كل يوم كنا بنقول طبعا صحيح. فكنت تلاقي ايه مثلا يعني في التجديف ان انت 18 لعيب انت في المركز ال 18 في اي لعبه بلاش اسم يعني لعبه معينه، لكن في السباحه مثلا كنت تلاقي فريدة عثمان مثلا احنا كلنا كنا حاطين عليها امل انها لم تكن جيده او ايه اللي حصل، هتكلم معاك في هذا الامر. ولكن لما تيجي تبص برضو لبعض نتائج الاتحادات معينه تلاقي ان انت دايما الاخير اللي قبل الاخير الاخير، احنا مش متعودين كمصريين على كده، خلي بال حضرتك برضو. ولكن قد يكون ده بالنسبه للجنه الاولمبيه في تفكيرهم. يعني في الباليه المائي بنطلع قبل الاخير. هو انت بتطلع قبل الاخير من 8 طلعت السابع او من 10 طلعت التاسع. من 209 دوله. انت وجودك في وسط دول ده نجاح. هو ده اللي عايزين نقوله بقى. هو بقى الفكره احنا عارفين من داي 1 من اول يوم ان انا مش هاخد ميداليه في الباليه المائي، مش هاخد ميداليه في الجمباز، مش هاخد ميداليه في ده. طيب السؤال بقى اصفرهم ولا ما اصفرهمش؟ اوديهم ولا ما اوديهمش؟ هو الهدف من مشاركه من دوره الالعاب الاولمبيه ان كل اللي يروح يجيب ميداليات، ما 11000 واحد لا طبعا، كله لو راح يجيب ميداليات يبقى كل عايزين 11000 ميداليه بالظبط يعني. فهي كل الموضوع كله بيتنافسهم على 1000 ميداليه 10% منهم. ف ازاي يعني طيب يعني حضراتكم يعني في العاب ايه يعني انت اساسا؟ ما انا بقول لحضرتك ايه، في ريشه الطايره ما كنتش هتجيب ميداليه 100%. نوديهم ولا السؤال بقى نوديهم ولا ما ندهمش؟ الجمباز مش هجيب ميداليه. مين يا فندم اللي بياخد القرار انت توديهم او ما ندهمش؟ احنا قرار الوزاره احنا بنبعت للناس دول الالعاب دي، ومعروف من الاول ان احنا الناس دي مش هتجيب ميداليات. ما فيش حد قال ان الجمباز هيجيب ميداليه، ما حدش قال ان الريشه الطايره هتجيب ميداليه. لكن لا انا بتكلم لكن مين اللي بياخد القرار؟ لا ما هو القرار ايه؟ ما هو القرار ده الناس دي اتاهلت. اساسا لو ما سافروش، لو انت قلت ما يسافروش، الناس دي ممكن تشتكي للجان الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه الدوليه، اللاعبين نفسهم، اللاعبين طبعا، اصل من حقه ان هو تاهل، فمن حقه يسافر. فبدا تخيل بقى واحد يطلع يلعب بعالم اللجنه الاولمبيه الدوليه واحد مصري، ما ينفعش. الا زي ما شفنا مع روسيا، ده اتجاه ان احنا هنقول احنا هدفنا احنا هناخد في بعض الدول، وهم بيقتنعوا بالكلام من ده. هنسفر اللي هو التارجت بتاعه من 1 لـ 8. اوكي ماشي، نقول يبقى في يعني في الفترة اللي جاية ممكن نتكلم في حاجة زي ده. بتبقى من البداية يا فندم اعتقد، يعني من البداية يعني من دلوقتي، من بالظبط يا فندم، احنا خلال الاربع سنوات القادمة يا جماعة احنا هنختار الناس او هناخد الناس اللي من 1 لـ 8، من 1 لـ 8 بس، اللي هو المراكز اللي بعد كده مش هناخدها. فده لكن انت هو انت عندك على الاقل هو بقول لك 45 واحد من 1 لـ 8. اوكي فده نسبة كويسة جدا جدا جدا. لكن ان انت تقول مش واحد اتأهل برانكينج عالمي او رانكي او 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 كسب بطوله افريقيه قاريه واقول له مش هتسافر عشان انا شايفك، ما انا امال المجهود اللي انا عملته ده ايه؟ فاقول لك انا مش هشترك اساسا بقى في اعداد او في بطولات دوليه، واذا كنت ده الهدف، ده حلم الناس كلها في العالم كله ان هو يشارك في دوره الالعاب الاولمبيه. مزبوط. اللي هي بتقام كل اربع سنوات، اللي هي العرس الرياضي العالمي اللي هو الناس كلها بتنتظره. اللي هو كل هدفه اللي هو حتى ما تيجي تشوف الرينجز بتاعت العلامة بتاعت اللجنة الأولمبية الدولية، الخمس دوائر دي بتمثل القارات العالم كلهم، مشاركة كلهم وهدف. كل لو لاحظت كمان حاجة، دي الرياضة، سمو الرياضة فيها يعني مفيش إعلانات، مفيش أي حاجة، الناس كلها بصراحة حاجة عظيمة.